بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الفقرة مع بيان ليغ كومبروندغ لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذه الصفحة كما نلاحظ، ثم وصلنا إلى آخر ما عندنا هنا. طبعا قبلها عندنا كلمة أن، رأينا كلمة أن يعني نتكلم عن أداة من خلالها نقول عن كلمة ما بأنها غير معرفة، لنقول عن كلمة ما بأنها نكرة، نقول مثلا إن ذات، إذا نتكلم عن تمرة، تمرة من التمرات. أما إذا قلنا لا ذات، المقصود بها التمرة، التمرة المعرفة. رأينا أيضا لو بير أدي، الأب قال دون أن دومينو أغيمي، أعطي دومينو لي غيمي، كما تنقولو حنا بالدارجة أعطي واحد دومينو الغيمي، كما تنقولو بالدارجة أعطي واحد دومينو الغيمي. ثم أغا سيغ لو ميغ، إذا نتكلم عن فأر، فأر فوق الجدار. ثم ميغو نا با في لوغا، ميغو لم يرى الفأر. ثم عندنا هذه الأحرف والكلمات، عندنا أولا دي، دي، دو، دا، دي، لادام، ميدي. طبعا لادام كما نلاحظ هنا، ولا سي لادام، هذه السيدة. ثم عندنا ميدي، شنو ميدي؟ ميدي طبعا منتصف النهار كما تنشوف هنا 12، إذن طبعا المعروف أن 12 هي منتصف النهار، إذن نتكلم عن ميدي. ثم لو دومينو كما رأينا فيما سبق، لو دومينو، إذن رأينا حرف الدي فيما سبق، الآن سنرى مرة أخرى حرف الدي. إلى هنا إذا نتكلم عن حرف الدي. ثم دو مثلا، ثم عندنا دي، المقطع اللفظي دي، ثم عندنا دو، هكذا. ثم عندنا دا، ثم عندنا دي، ثم عندنا لادام.
La dame. ثم ميدي. ميدي. ثم عندنا لو دومينو. لو دو مي دومينو. لو دو مي نو. لو دومينو. إذن هذه الكلمات. ثم عندنا لا دام. لا دام. لا دام. لا دام. لو دو مي نو. لو دو مي نو. ال او تنطق لو. د او تنطق دو. ام اي تنطق مي. ان او تنطق نو. لو دومينو. Le domino. Thomas, le ka, le ka. طبعاً سيما مراهاش اي. مثلاً كما رأينا فيما سبق. إذن غتنطق هنا. طبعاً مراها أ. بعد منها كين أ. سيسة تنطق ك الكاف. تنطق كاكا. إذن لو كا دونا. لو كا دونا. لو كا دونا. إذن نتكلم على القفل. أما الساروت. أما المفتاح فيسمى. أما المفتاح فيسمى لا كلي. لا كلي. إذن لو كادونا. ثم عندنا إن مالاد. إن مالاد. إن مالاد. مريضة. مريضة. كما نرى في الصورة. ثم عندنا لو غادي. لو غادي. لا نتكلم عن لو غاديس. هنا ما عندناش لو غاديس. طبعا هذا اسم مرة أخرى. لا تنطق. لو لو غادي. لو غادي. لو غادي. نتكلم عن هاد الفجل يسمى لو غادي. ثم عندنا ديس. ديس. طبعا لو بغينا نقولوا عشرات الكيلومترات نقول دي كيلومتر. هاد اس. هاد اس اللي هي في مكان اكس ما تتنطقش. اذا نقول دي كيلومتر. وكذلك عندما نضيف أشياء أخرى لكلمة ديس. أما لقرينا بعدها نقول ديس يعني عشرة. ثم عندنا أندي. 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 طبعا لو دي هو ذاك المكعب اللي تلعبوا به الدادوس. هذاك يسمى دي. أندي. أيضا لو دي المقصود به هو ذاك واحد الأسطونة صغيرة توضع في الأصبع ويعمل بها الخياط يدفع بها الإبرة. إذا نتكلم عن أسطونة صغيرة توضع في الأصبع لحماية من الإبرة. طبعا نتكلم عن الأداة تكون عند الخياط. هذه الأسطونة الصغيرة تكون عند الخياط. إذا تسمى أندي. ثم عندنا كما رأينا قبلا. ثم عندنا كما رأينا قبل قليل ميدي. 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 إذا نتكلم عن منتصف النهار. ثم عندنا هنا دا. 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 د تنطق دا كما في كلمة لا دام. لا دام كما عندنا هنا ولا سيتين دام. سيتين دام. إذا نتكلم عن سيدة. لا دام السيدة. ثم عندنا لا بيدال دي فيلو. لا بيدال دي فيلو. طبعا إذا تكلمنا على شي دراجة ولا البيدالة تسمى بيدال. تكلم عن الدواسة كما نقول دواسة. إذن لا بيدال دي فيلو. إذن نتكلم عن دواسة الدراجة اللي تنضغط عليها بالأرجل ديالنا. لا بيدال. لا بيدال دي فيلو. إذن نتكلم عن دواسة الدراجة. ثم عندنا دي أكسون إيغي. تنطق دي. تنطق دي. مثلا
لودي لودي كما رأينا قبل قليل نتكلم عن هذه الأداة لودي. ثم عندنا لولي أديمولي لوني لولي أديمولي لوني نتكلم عن لوفيرب ديموليغ ديموليغ يعني أن لولي خسر العش خسر العش لولي أديمولي لوني لولي كما نقول أنه أفسد العشة. ثم عندنا دو دو مثلا لو روميد لو روميد الدواء لو روميد لو روميد لو روميد إذا نتكلم عن الدواء الدواء تسمى لو روميد. ثم عندنا لامي دو روني لامي دو روني صديق روني لامي دو روني روني. إذن طبعا نقطع الكلمة إلى عدة مقاطع لفظية ننطق كل واحد منها على حدة ثم نجمع بينها مثلا عندنا هنا روني روني مثلا هنا رمي رميد د رميد. ثم عندنا هذا المقطع اللفظي إذن يسمى طبعا سيلاب يسمى إن سيلاب المقطع اللفظي يسمى إن سيلاب تنتكلم على واحد مجموعة الأحرف تنطق دفعة واحدة تنطلقها دقة واحدة مثلا هنا نقول د هنا نقول دي هنا دا ولكن هنا شنو نقوله تنقوله دا م دا م هذا مقطع لفظي بوحدو هذا بوحدو دا م مثلا هنا نقول ل هذا مقطع لفظي بوحدو سيتين سيلاب. ثم نقول دو هذا مقطع لفظي آخر مي مقطع لفظي آخر نو إذا نجمع بينها نقول لو دومينو لو دومينو. إذا كما قلنا هنا عندنا دي دي voici دي ري voici دي ري ها هو من الأرز من الأرز طبعا لو ري مقصود به الأرز الروز الروز يتسمى لوغي لا نقول لوغيز بل نقول لوغي هو تيتكتب بحال هكا هكذا الكتابه ديالهم في الجمله ملي تنطقوا لوغي راه هاد الكلمه غتجي ضمن واحد العباره هاد الكلمه غتجي ضمن واحد العباره الا جا واحد السيد عند مول الحانوت وقال له دون موا ان كيلو دوغي دون موا ان كيلو دوغي اعطيني كيلو من غي طبعا غي ممكن ان تجي ضمن واحد الصيغه ديال لو فيرب غير نقول مثلا جيري جيري انا ضحكت ممكن انني اقول جيري انا ضحكت ولكن ما يمكنش نقول هنا اعطيني كيلو من ضحكت ما يمكنش طبعا الحاله الاخرى اللي غتبقى اننا غنفهموا بان هذا المعنى ديالها الروز. اما في الكتابه فعندما نكتب الكلمه هكذا فمباشره سواء من خلال الجمله او من خلال الكلمه من ذاتها أو من خلال الكلمة في حد ذاتها غنعرفو تتعني أش من معنى. إذن voici du riz ها هو من الأرز. ثم طبعا هنا ما نقولوش ما نقدروش نقولو voici le riz voici le riz كأن الأرز وحدة بحال هذه الأرز طبعا هو مجموعة حبوب ميمكنليش نقولو هذا هو الأرز يعني ولا خديتي منه شي حاجة أش غيكون هذاك يعني شي حاجة من الأرز وبالتالي ديك المجموعة بصفة عامة حنا تنتكلمو على شيء من الأرز كأننا نتكلم عن شيء من الأرز إذا نقول هو سي دي ري. إذا عندنا هنا دو دو لو دو إذا مثلا كلمة لو دو يعني الظهر دي مالاد لو دو دي مالاد نتكلم مثلا عن ظهر المريض ظهر المريض إذا لو دو دي مالاد إذا نتكلم عن ظهر المريض. ثم نتكلم مثلا عن دودو ثم نتكلم عن دودو دودو ثم دي ثم عندنا هذا المقطع دي مثلا لا مالادي هنا نتكلم عن المرض ولا نتكلم عن إن مالاد أو أم مالاد أم مالاد يعني مريض أم مالاد مريض إن مالاد إن مالاد مريضة لكن هنا نتحدث عن لا مالادي لكن هنا نتحدث عن لا مالادي
المرض. المرض طبعا في اللغة الفرنسية كلمة لا مالادي هي كلمة مؤنثة على عكس اللغة العربية. إذا نتكلم عن لا مالادي. ثم عندنا ميدي. ميدي هنا عندنا لا تقرأ وحدها ما لا دي ما لا دي لا مالادي. ثم كما قلنا ميدي ثم ميدي 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 ميدي. إذا نتكلم عن منتصف النهار. إذا حتى لا نطيل نستأنف الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.